أولاد متعبون. أنت بارع في لعبة التحضير. أهلا. ماذا؟ أهلا. الأفضل من بين الثلاثة لنركز على الثلاثة. نعم، لكن ما الجائزة؟ هيزف، هل تتلسلس على أحد ما؟ كلا، انهمار نيازك سيحدث الليلة أو غدا الساعة الرابعة صباحا. ما هو انهمار النيازك؟ يمكنك في هذا الموقع العثور على معلومات كثيرة عنه. كرة نار، اضغط على هذا، اضغط اضغط اضغط. لا يمكنني إرسال تقرير كاذب، ولن أدعك تفسد حاسوبي. إنها معي. شكرا يا كلارنس، إنها عملية حساسة جدا. لقد سجلت لأكون أحد مراقبي النيازك. سأدون بيانات هبوط النيازك من السماء من عدة زوايا مسارات مختلفة. هل هذا الرجل هو ليونارد؟ ماذا؟ ماذا؟ دعني أرى. الساعة 8:15، الانهمار النيزكي بعد 8 ساعات، سينتهي حتى ذلك الوقت. حسناً، على كل حال حان وقت النوم. ماذا؟ هل تطردنا؟ حالياً فقط. يمكنكما العودة الساعة 4 صباحاً بعد أن أنام كما يجب. ليلة سعيدة. هاي جيفري، ما رأيك لو نبقى صاحين طوال الليل؟ ولماذا نفعل شيئاً كهذا؟ لأن هذا مسلي. نعم نعم. وماذا لو روادك حلم تشعر فيه بأنك صحوت لكنك لم تصح فعلا؟ وعندها لن تنهض في الوقت وستخسر الكثير من الدراسة. كلارنس، هذا تفكيرك سليم. لنبقى صحينا. لن ننام.